مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في لقائنا الاسبوعي المتجدد دائما مع مراسلونا في كل مكان، مراسلو النيل. حلقه اليوم هنبداها من قريه ديرب نجم بمحافظه الشرقيه التي تفخر باثنين من ابنائهما من ذوي الهمم حفظه القران الكريم، هما الشقيقان ايمان ومحمد غريب. حرمهم الله من نعمه البصر لكنهما تميزا بحفظ كتاب الله. الوقفه الثانيه ستكون من داخل قلعه صلاح الدين الايوبي التي تشهد ترميم المزارات الأثرية والسياحية في الفترة الحالية بعد سنوات من الإهمال. وستكون وقفتنا الأخيرة في ورشة للتطريز الفلسطيني نظمتها مؤسسة خزانة، وهي معنية بالتراث بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية في قصر الغوري. نبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. قرية ديرب نجم هي قرية صغيرة في محافظة الشرقية، رزقت فيها أسرة ببنت وولد حرما نعمة البصر لكنهما لم يحرما من البصيرة. مع إصرار الأم وعزيمة الأب اللذان تجاهلا هذه المحنة وحولاها إلى منحة ونعمة بعد أن ساعدا ابنيهما على حفظ القرآن الكريم وحصل على العديد من الجوائز، آخرها المسابقة العالمية 30 لحفظة القرآن الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية. مراسل النيل عبد الحميد صقر في زيارة إلى إيمان ومحمد غريب في هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. عندي 12 سنة وبدرس في الصف الثانية تجويد معهد قراءة العصايد. الحمد لله بدأت حفظ القرآن في سن السادسة من عمري وختمته الحمد لله في سن الثامنة على يد أختي الشيخة إيمان. الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى بدأت حفظ القرآن في سن السادسة من عمري، ثم بعد ذلك ختمته الحمد لله في سن الثامنة على يد الشيخ أنور. كان حفظ من دون أحكام تلاوة، ثم بعد ذلك أكملت دراستي مع القرآن يعني على يد فضيلة الشيخ محمد علي من شمبارة ميمونة. علمني بعد ذلك أحكام التلاوة والقراءات العشر الصغرى وحصلت الحمد لله بفضل الله على الإجازة فيها. شاركت في مسابقات كثيرة، كانت أهمها المسابقة العالمية لوزارة الأوقاف المصرية، المسابقة لحفظ القرآن الكريم. شاركت في الفرع الخامس ذوي الهمم، كان حفظ القرآن الكريم مع فهم المعاني والمقاصد، حصلت على المركز الثاني بفضل الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صراحة أمهم أبوهم بيسعوا وراء أولادهم بكل ما استطاعوا، حتى إن أمهم كانت بتجيب لي إيمان من هنا وتقطع لي مسافة حوالي يجي 20 كيلو عشان إن هي تقرأ عليا، وجات كتير جدا في عز البرد وأنا ببدأ كتابي بالنهار بعد صلاة الفجر، وكانت أمهم بتحرص وتيجي لهم بتتحمل كل المشاق دي. فلما رأيت في حرصهم وحرص والدتهم وأبوهم على تعليمهم القرآن الكريم أردت التيسير عليهم، فقلت نتواصل عن طريق التليفون، أيسر لبعد المسافة والمشقة والتعب. يلا يا شيخ أيمن استعيني بالله وقرأي من قول الله تبارك وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم لأصحاب الصلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم
شاركت في مسابقات كثيرة، ومن أهم هذه المسابقات مسابقة فضيلة الإمام، حصلت على المركز الأول الحمد لله، ومسابقة المسابقة العالمية لوزارة الأوقاف، شاركت في الفرع الثالث الناشئة، كان حفظ القرآن الكريم مع تفسير سورة يوسف ومعاني الكلمات، الحمد لله حصلت على المركز الثاني على مستوى العالم. نحمد الله تعالى بأنهم ربنا موفقهم بأفضل الكلمات وهو القرآن الكريم، نور بصيرتهم على طول، وهم دايما متفوقين يعني في دراستهم برضو متفوقين. إيمان والحمد لله واخدة المركز الأول في ثالثة ثانوي أزهري السنة اللي فاتت، طالعة الأولى على محافظة الشرقية، وإيمان ومحمد الحمد لله برضو واخد المركز الثاني على محافظة الشرقية في سنة ستة ابتدائي في الأزهر. الحمد لله كنت حريصة أنا ووالدهم إن هم يحفظوا كتاب الله بالأحكام والتجويد والقراءات، وحصلت إيمان على إجازة في القراءات العشر الصغرى، كنت باخدها وبسافر بيها لأماكن بعيد داخل المحافظة، والحمد لله كنا حريصين إن هم يكونوا دايما متفوقين في كتاب الله أهم شيء. يا رسول الله يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي 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 يا غفور. يا من بشراك سبحان من أعطاك، يا من بشراك سبحان من أعطاك، لحملك بمحمد رب السماء هناك، بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب، بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب، وما تري منه تعب هذا نبي زاد.